تسعى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دائما لتوظيف قراراتها وتطويرها لمصلحة الثروة السمكية وحمايتها من الاستنزاف والضرر. والكوفة الصديقة للبيئة بتصميمها اللي يساعد الكائنات البحرية الكبيرة على الهرب من الشباك وإنقاذها. تطبق محتوى القرار رقم 521 لسنة 2008 بشأن منع صيد السلاحف والثدييات البحرية وأسماك القرش واللخم والأحياء والأسماك النادرة، وتلزم الصيادين على إعادتها لبيئتها الطبيعية فور صيدها وفك أسرها، ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية والبحثية بعد إصدار التراخيص اللازمة من كل من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.